أصيب 5 متظاهرين بحالات اختناق قرب ساحة الخلان وسط بغداد إثر إطلاق القوات الأمنية للغازات المسيلة للدموع. وذكرت مصادر أن المتظاهرين ما زالوا يتوافدون إلى الساحة على الرغم من إطلاق الرصاص الحي واستخدام بنادق الصيد، مبينة أن القوات الأمنية تحاول فض التظاهرات في ساحة الخلان بالقوة وحصرها في ساحة التحرير.